حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، أصون النفس أحميها، بنور الله أهديها. أصون النفس أحميها، بنور الله أهديها. بحب الله أسقيها، لتفرح عندما تلقى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال حديثنا موصولا حول معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثنا في آخر دروسنا عن بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإخبار عن الأمور الغيبية، يعني الأمور التي ستحدث في المستقبل أو حدثت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقتها الطبيعي، مثل مسألة مثلا استشهاد الصحابة أو القادة في غزوة مؤتة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، طبعا هم في مؤتة في الأردن، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لقد استشهد زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، والذي تقلد راية الجيش الإسلامي بعدهم سيدنا خالد بن الوليد. فدي مثلا من الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى وكبر 4 تكبيرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف النجاشي فين؟ في أثيوبيا، في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي اليوم اللي توفي فيه النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن النجاشي مات في هذا اليوم. النجاشي ده هو الملك الذي هاجر إليه المسلمون في هجرتهم من إلى الحبشة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة قبل حتى الهجرة إلى المدينة. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من عوامل الهجرة أو من الأسباب التي من أجلها هاجر الصحابة في البداية إلى الحبشة، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بها حكما عادلا. فكان النجاشي حكم عادل، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهم إلى المصلى ويكبر عليه من سماء، بقى صلاة الغائب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني صلى على النجاشي بدون وجود جسده الذي يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وكبر صلاة الجنازة، يعني وكبر عليه 4 تكبيرات. وهذا يعني هذا الأمر اللي هو بالقياس إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة حقيقية، إذ لا سبيل إلى معرفة الحدث الواقع في مكان بعيد بين الحبشة والحجاز إلا بعد أن تأتي به الركبان، يعني أو الناس المسافرين، يعني بعد عديد الأيام والأسابيع. إذا كان هذا الأمر متيسرا الآن عبر وسائل التصال الحديثة، فإنه من فضل الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا لا يقلل من قيمة المعجزة، لأنها في زمانها ومكانها مما يعجز عنه البشر، كما أن أسباب المعجزة كانت ولا زالت غير مدركة بالمعقول، بينما نجد اتصالات اليوم مدركة معقولة لا تثير دهشة أحد، لأنها مبنية على العلم التجريبي. يعني مثلا ممكن واحد يقول لك: طب إيه وجه الإعجاز في هذا الأمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة مثلا بموت القادة 3 في غزوة مؤتة، أو بأن النجاشي مات في نفس اليوم وصلى عليه في نفس اليوم اللي هو مات فيه، إيه المعجزة؟ لأن احنا طبعا الآن يعني بنستطيع أن احنا نطلع على الخبر مش بعد حدوثه، أثناء حدوثه، صح ولا لا؟
يقول لك لا ده في براميل متفجرة فين، وفي صاروخ وقع فين، وفي طائرة وقعت فين، وفي مش عارف إرهاب وهكذا. فدي الأمر بالنسبة لنا صوت وصورة أو بالبث اللي بالبث المباشر ماشي لهذا الأمر في زماننا عبر وسائل الاتصال اللي الحديثة، لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في بقى وسائل هذه الوسائل اللي الاتصالية الحديثة. أيضا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الأمور الغيبية الإخبار عن ويس القرني. ويس القرني هذا له قصة عجيبة رواه الإمام مسلم في صحيحه. سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول إن رجلا بيقول يعني لمن حوله إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يعني سيدنا عمر بيقول عن هذا الرجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه من أهل ليه؟ من أهل اليمن. هذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنه ليس من الصحابة وإنما من التابعين لأنه رأى الصحابة ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت شوف الرسول في المدينة كما قلنا وهذا الرجل في اليمن، وبعدين بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هذا الرجل من اليمن يقال له ويس اسمه ويس وكان به بياض، البياض انت عارف اللي هو المرض الجلدي هذا، فدعا الله سبحانه وتعالى فأذهبه عنه إلا موضع إيه؟ إلا موضع درهم أو دينار، يعني موضع صغير كده في جسده ما زال هذا البياض موجود فيه. وشفي بقية الجسد من هذا البياض. فسيدنا عمر بن الخطاب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه منكم فليستغفر لكم. يعني سبحان الله، شوف ولما واحد من التابعين يستغفر الواحد من الصحابة، يعني معنى ذلك أن هذا التابعي اللي هو ويس القرني يعني له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم، كل ما يجي ناس من اليمن يسألهم أفيكم ويس بن عامر، حتى كل ما يجي ناس من اليمن بيسألهم أفيكم ويس أفيكم ويس، حتى في يوم من الأيام أتى على ويس فقال له أنت ويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، يعني من بيقول له بقى على ليه على 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 نسبه يعني. قال نعم. قال فكان بك برص، مرض البرص كما قلنا له المرض الجلدي هذا، فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني شوفي الجلد إلا هذا الموضع. قال نعم. قال لك والدة أمه يعني؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله، ده سيدنا عمر بقى بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، له والدة هو بها إيه بر، لو أقسم على الله لأبره، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. يعني هو شوف يعني سبحان الله من بره بوالدته، شوف يعني شوف بر الأم بيوصل الإنسان لأي منزلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للصحابة أي واحد يلتقي مع ويس هذا خليه يدعو له، يعني أي واحد يلتقي به يدعو له لأن دعوته مستجابة، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو قال يا رب افعل لي ده كذا اغفر لهذا يغفر له، يا رب افعل لي كذا، لو أقسم على الله لإيه لأبر، يعني لأجاب الله سبحانه وتعالى إيه قسمه. فبيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فسيدنا عمر بيقول له فاستغفر لي. شوف سيدنا عمر بن الخطاب يعني رغم قيمته في 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 دين الله سبحانه وتعالى وما له من منزلة عند الله عز وجل بيطلب من هذا الرجل الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أويس هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هيجيك سياتي في المستقبل، انه اتى ده بعد وفاة الرسول وبعد وفاة ابو بكر وفي عصر سيدنا عمر كل شوية يسأل عنه هل فيكم ويس بن عامر هل فيكم ويس بن عامر، إلى أن التقى به فبيطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له ويس رضي الله عنه. المعجزة الواردة في الحديث السابق لا تختلف عن سواها من هذه الطائفة من الأحاديث الخاصة بالمغيب بالأمور الغيبية يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له أن التقى ويسا هذا،
ولم يتعرف أحواله عن كثب، لكن إرادة الله العلام شاءت أن تختص الرسول بخبر هذا الرجل الصالح. ثم جاءت أخلاقيات النبي وشمائله لتفيد من هذا الخبر واحدا من خيرة أصحاب الكرام، هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه هي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، فإنه لا ينفك يبحث عن خير يسوقه للناس، فإذا ما لاح في الأفق بادر إلى نفع من يراه به. أيضا من المعجزات الإخبار بموت السيدة فاطمة رضي الله عنها. يعني السيدة فاطمة كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول طبعا السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة بتقول أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي، يعني بتقول بتمشي بنفس الطريقة اللي بيمشي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. شوف يعني وجد التربية النبوية للبنت، يعني لم يقضي في وجهها ولا بيقول أنت داخل هنا لماذا، لا، وإنما قال مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت. كلمها النبي صلى الله عليه وسلم كده بكلام سر بينه وبينها، فبكت السيدة فاطمة رضي الله عنها. فقلت لها: لما تبكين؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت. وبعدين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر برضو سر بينه وبينها فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من إيه؟ من حزن. يعني شوية حزن شوية ضحك شوية بكاء شوية ضحك. يعني سيدة عائشة لم تفهم الإيه السبب، لماذا بكت ثم لماذا إيه لماذا ضحكت، والضحك أقرب إلى الإيه إلى الحزن. فبتقول: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من إيه من حزن. فسألتها عما قال سيدة عائشة. بقى إيه أنت عارف يعني النساء بطبيعة النساء، رغم أن سيدة عائشة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس لازم تعرف. فبتقول: فسألتها عما قال. السيدة عائشة بتسأل السيدة فاطمة يعني ما الذي جعلها تبكي، ثم ما الذي جعلها إيه تضحك. فقالت لها السيدة فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أصر إليها، يعني ده حديث سر، وهي بتقول ما كنت لأفشي سر إيه سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبس يعني الأمر برضه لم يمر على السيدة عائشة. السيدة عائشة يعني إيه مصممة أنها تعرف لماذا يعني هذا الأمر، لماذا البكاء ثم الضحك. فبتقول السيدة عائشة: حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بتقول بقى إيه تن الأمر في الذاكرة عندها، حتى قبض يعني حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت هي بالسيدة إيه بالسيدة فاطمة. حتى بتقول لها إيه بقى، فسألتها برضو شوف يعني رجعت بالذاكرة الوراء وسألتها. فالسيدة فاطمة عندئذ أجابتها يعني ما خلاص ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من الممكن أن تحدث بهذا الأمر. فالسيدة فاطمة تقول لها: أصر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين. في كل سنة كان سيدنا جبريل بيسترجع القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، في هذا العام يعني كما عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مرتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استشف من هذا قرب أجله، ما خلاص بقى تتمت الأمر، وذلك عارض القرآن مرتين. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا أراه إلا حضر أجلي. دي علامة إن خلاص إن أنا إيه أوشكت على إيه على الرحيل عن هذه الدنيا. وبعدين قال لها النبي، فديت في الحالة ديت بكت السيدة إيه السيدة فاطمة رضي الله عنها، ما يعني علمت بقرب وفاة إيه أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. لا عفوا، هي وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبتقول فبكيت، بكت السيدة عائشة السيدة فاطمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيه أنه اقترب أجلي، وأنت أول أهل بيتي لحاقا بي، يعني أول واحدة حتموت من العائلة، عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة إيه فاطمة. وبعدين لما بكت
فبتقول فبكيت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فبتقول فضحكت لذلك فضحكت إيه لذلك. مواطن بقى الإعجاز في هذا الحديث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملاق للرفيق الأعلى وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقرب لحاق ابنته فاطمة به بعد موته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وفاة سيدة فاطمة أول واحدة ستلحق به كانت سيدة فاطمة وأنها ستكون سيدة نساء الجنة وكل ذلك من تعليم العليم الخبير جل وعلا. ومن المقاصد التربوية التي نلمحها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من أخبر بما يحزن فليتبعه بما يسر لينقلب الحزن سرورا وهذا من الطب النفسي النبوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما تقول لواحد خبر حزين حاول بقدر الإمكان بقى أنك أنت تفرحه بأي شيء آخر حتى لا يستمر معه ليه الحزن. هذا الأمر يكون مع الزوجة يكون مع الأبناء يكون مع الأصحاب والأصدقاء وهكذا. أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن إصلاح الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بين الفئتين كما روى البخاري عن أبي بكرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وسيدنا الحسن أيضا جالس على المنبر وهو صغير يعني وبعدين الحسن بيلعب والرسول بيخطب وهو الحسن ينزل مرة عند الناس ويصعد مرة أخرى على المنبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل طبعا سيدنا الحسن رضي الله عنه أصلح الله سبحانه وتعالى به بين بين المسلمين في أيام الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه. أيضا من المعجزات احنا تحدثنا طبعا عن معجزة انشقاق القمر والإسراء والمعراج وبعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد وأيضا بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن الأمور الغيبية. هنختم بقى بنوع آخر من المعجزات اللي هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ثبتت صحتها في العلم الحديث اللي بنسميها بقى زي ما في إعجاز علمي في القرآن الكريم في أيضا الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأشياء مثلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه عام غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك كانت في عام 9 هجرية فكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما روى الإمام مسلم والحديث رواه سيدنا معاذ بن الجبل بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ أن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. أنت عارف الرسول في صحراء هي أصلا غزوة تبوك دي سميت يعني بغزوة العسرة لأن كان في الوقت ده قحط وجدب وماشيين في صحراء وكانت ظروف الغزوة فيها صعوبة ومشقة. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصحراء في صحراء يعني جرداء يعني ما ليس فيها شيء فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن طالت بك حياة يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. يعني المنطقة اللي انت شايفها صحراء ديت هتكون جنة. يعني ايه جنة؟ يعني فيها الكثير بقى من الأشجار والخضروات والفواكه إلى آخر هذه الأمور. طيب ده ما فيش ماء يعني كيف تصير جنة؟ فده أيضا من الإعجاز العلمي لأن أثبت الواقع الحديث للنهضة الزراعية الحديثة لمدينة تبوك وما حولها صدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ملئت جنانا وبساتين وكأنها بكثافة أشجارها وشدة خضرتها تشبه بساتين بلاد الشام ومزارعها وقد انتشر إنتاجها من الفاكهة والخضروات في أسواق المملكة السعودية وفي خارجها. وهذا الأمر حق يراه الناس بأعينهم في أيامنا ولو بعث يعني الناس المتخصصين في هذا الميدان يعني
يقول لو بعث أهل تبوك الذين يعرفونها من 10 سنوات فقط لما عرفوها، لأن طبيعتها قد تغيرت ولظنوا أنفسهم في مكان آخر. أيضا من الإعجاز العلمي بقى في السنة اللي هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث طويل أن يهوديا واحد يهودي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة حتى صار إلى قوله. واحد يهودي جيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما من باب الاختبار للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو رسول أم لا، ربما يعني من أمثال هذه الأمور يعني. فبيقول له اليهودي من ضمن الأسئلة التي وجهها للرسول يعني، بيقول له وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني بيقول له السؤال اللي أنا هسأله لك دوت ما حدش عارف جوابه إلا إيه، إلا نبي، ما فيش يعني على وجه الأرض ما فيش حد يعرف الجواب إلا نبي أو رجل أو إيه أو رجلان. عارف لما مثلا واحد يهزر مع واحد أو بيمزح معاه يقول له ما فيش حد عارف السر في الموضوع ده غير أنا وأنت، يعني ما يعني. فاليهودي بيسأله بيقول له ما حدش يعرف هذا الأمر غير إيه، غير إما يكون واحد نبي أو رجل أو رجلان. فالرسول بيقول له ينفعك إن حدثتك؟ فقال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال صلى الله عليه وآله وسلم الولد يعني كيفية الحمل، يعني منبع الولد، يعني منبع الجنين ده بيكون منشأه كيف. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء الرجل اللي هو شهوة الرجل، ماء الرجل يعني اللي هو بيتكلم عن المني، ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، لأن المرأة أيضا لها يعني مني من نوع آخر. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله. يبقى أذكر يعني كان المولود ذكر، أي كان الحمل ذكرا يعني. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله، يعني كان الحمل إيه أنثى. فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به. يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما كانش عندي فكرة أصلا بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أوحى إلي بالإيه بالإجابة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام يعني إيه، يعني من منطلق الوحي، لأن أصلا دي كلها أمور علمية بحتة، يعني أمور بتدرس في علم البيولوجيا أو علم الأحياء، ولم تعرف إلا في خلال الأيام الأخيرة. يعني إيه السبب إن بيكون الحمل؟ طبعا إحنا عارفين في حاجة اسمها الإيه، وهذا الأمر يحتاج بس إلى شرح وربما مع حضور وقت العشاء، ولكن سريعا كده نعرفين طبعا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بيقول في بداية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالنطفة الأمشاج يعني كلمة الأمشاج يعني الخليط. شوف نفس المصطلح هذا اللي هو موجود في سورة الإنسان نطفة، هذا المصطلح هو المصطلح العلمي الموجود في كتب البيولوجيا، سواء كان موجود في بالمصطلح العربي النطفة المشيج أو ما يعادله من مصطلح لاتيني بنفس المصطلح كده. يقول لك النطفة المشيج اللي هي النطفة الخليط، يعني بتسمى بالنطفة الأمشاج حينما يلتقي الحيوان المنوي الخارج من الرجل مع البويضة الخارجة من الايه من المرأة. الحيوان المنوي الرجل حينما يقذف المني في رحم المرأة بيقذف ملايين، مش حيوان منوي واحد ده بيقذف، ومش آلاف، ملايين. عارف يعني كلمة ملايين؟ ملايين الحيوانات المنوية في كل مرة. يعني لو قدر انك انت كل الحيوانات المنوية دي تحصل منها حمل يبقى هيشوف بقى كيف. ولكن سبحان الله ان في حيوان منوي واحد هو الذي يلتقي بالايه بالبويضة. المرأة بتفرز بويضة واحدة كل شهر، كل شهر، مش في كل مرة جماع، لا في كل شهر اللي هي في انت عارفين طبعا الدورة الشهرية بتاعت المرأة، في كل شهر في دورة بويضة واحدة عند المرأة. وطبعا لها عدد بويضات معين معروف يعني عدده في كل اعوام الايه في كل اعوام المرأة، طبعا ما بين سن اللي هو السن الذي يسبق البلوغ وسن الياس خلاص، يعني في الفترة اللي هي بين البلوغ وبين سن الايه الياس بتبقى عدد بويضات المرأة معروف.
الشاهد في الموضوع ان الحيوان، شوف الملايين الحيوانات المنوية ديت، حيوان منوي واحد بس هو اللي بايه، هو الذي يقوم بتلقيح البويضة. لو الحيوان المنوي دوت لو لم يجد البويضة ما بيحصلش حمل، لان البويضة اصلا يعني بتهبط يعني في فترة زمنية محددة معروفة كده في من خلال الدورة الشهرية. ولذلك مثلا المرأة التي بتتأخر في موضوع الحمل وتذهب مثلا للطبيبة فبتنصحها مثلا بأن يجامعها زوجها مثلا في أيام معينة في الشهر اللي بيسموها أيام التبويض، الأيام اللي هتنزل فيه ليه البويض، عشان الرجل ما ضيعش مجهوده يعني. فالمهم الحيوان المنوي لما يلتقي بالبويضة عندئذ بقى بيسمى بليه، عندئذ كل ده يعني مثلا الى الان لم يحدث حمل، لكن عند التقاء الحيوان المنوي والبويضه عندئذ بتسمى بالنطفه. ليه؟ النطفه المشيج اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها من نطفات ايه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. طبعا النطفه ديت بتتكون من الخليه، الحيوان المنوي بيكون حامل لعدد بيسمى بالصبغيات او بالكروموسومات، وكذلك البويضه بتكون حامله لهذا الايه، لهذه الصبغيات اللي هي الكروموسومات ديت او الصبغيات، هي المسؤوله عن الصفات الوراثيه للانسان. ليه الانسان ده طويل وده قصير؟ ليه ده ابيض وده اسود؟ ليه ده شعره كذا وده شعره كذا؟ ليه وجهه كذا؟ يعني الصفات الوراثيه ديت بتكون محموله على الايه، على الكروموسومات او الصبغيات اللي موجوده على الحيوان المنوي وعلى الايه، وعلى بويضه المراه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده فكرة بكل هذه الأمور، وهذه الأشياء أصلا لم تكتشف إلا في الإيه، إلا في خلال العصر الحديث يعني. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبر هذا اليهودي بكل هذه المعلومات، وبعدين حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني أمرنا بأن ينظر الإنسان إلى هذه الأمور لأنها بتدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فألم يقل الله سبحانه ألم يكن نطفة من مني إيه يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، الماء الدافق اللي هو المني يعني يخرج من بين الصلب والدافق سواء المني الرجل أو المني المرأة، فلينظر يعني ربنا سبحانه أمرنا بالتأمل في هذا الأمر حتى لا يتكبر الإنسان، لأنه عارف أنه مصدر وجوده يعني حيوان منوي لا يرى أصلا بالعين المجردة، وخرج من مجرى البول مرتين، مرة من خلال انتقاله من الرجل إلى رحم المرأة، ومرة أخرى عند ولادته من رحم إيه؟ من رحم أم. فعشان كده الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والإيه والترائب إنه على رجعه لقادر. وحتى في سورة عبس يقول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن الإنسان لماذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، يعني إيه اتخلق منين اللي هو الذي يكفر بالله والذي يتكبر على الله، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، نطفة خلقه فقدره، النطفة اللي شوف كلمة النطفة لا تطلق إلا بعدما يلتقي الحيوان المنوي بالإيه بالبويض. فكما قلنا هذه كلها أمور بتدل على الإعجازات العلمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم فهناك نوع من الإعجاز بيسمى بالإعجاز العلمي في السنة النبوية. هنكتفي بهذا القدر في حديثنا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والذي عشنا مع هذه المعجزات يعني في أحاديث كثيرة وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها، سواء ذكرنا معجزة انشقاق القمر أو معجزة الإسراء والمعراج أو بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبات ومع الحيوان ومع الجماد، وبعدين الإخبار عن الأمور الغيبية، ثم ضربنا أمثلة على بعض الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.